طبعا الخامسة لموانع وسدود زرقاء 2017 وبتنظيم من مديرية الصيد البحري وموارد الصيد الولايات العربية المتحدة. اليوم على مستوى جزيرة رجبون نشهد المرحلة الأولى اللي هي تنظيف قاع الجزيرة بالإضافة إلى التعريف بمعالم الجزيرة من طرف جمعية الشروق لحماية البيئة والحيوان. كما نشاهدوا الآن لي بلونجور الغطاسين راهم عادة كيخرجوا من الماء، وكان كما رانا نشوفوا هنايا بعض النفايات اللي كانوا استرجعوها من قاعة تاع الجزيرة. راني مع كريم في اطار الطبعة الخامسة للموانئ السدود الزرقاء. الموانئ والسدود الزرقاء هنا العملية المرحلة الأولى اللي قمنا بها هي مرحلة جزيرة رجبون اللي تمس العملية مست قاع البحر بمشاركة الجمعيات المهنية والجمعيات المدنية والحماية المدنية وحرس السواحل. وهنا العملية الأولى الأولى من نوعها باسكو درنا أربع طبعات ما شملتش هذه العملية. واش لقينا؟ لقينا هاد لي ديش. السيد زناشني حفيظ رئيس محطة الصيد البحري ببني صفر. على كل حال مبادرة نريد باش انكوراجيوها، ولكن كاين حاجة لازم الناس العمال على طول السنة ماشي على البريود ديال كلشي. ونشكروا الانيشيتيف تاع الجمعيات، وان شاء الله من الجمعيات نمسوا المجتمع المدني والناس نون سيرمون في لا سيزون استيفال. هذا النداء نوجهه للناس اللي يجيو لدير رجبون، ماذا بهم انسان يجيري لا ديشار تاعه، يجيري هذاك الماكله اللي يجيبها وكلش عاود يديرها بورشه ويرضى معاه، ما يديرنهاش هنا في الجزيره. وشكرا. السلام عليكم، عسري حميد نائب جمعية الشروق بولاية عين تيموشان. كما راكم تعرفوا حنا هذا الموسم اللي حنا نعملوا فيه راه على طول العام. حنا بديناها مع مديرية البيئة، هذه راها في شهر ونص عملنا تفتيح مع أمين العام ولاية عين تيموشانت، ورحنا مرسمين مع كل إدارة ديرها موفقة وراها حرة باش تعمل هذا نيتواياج دي فومارين. لاسوسياسيون الشروق الي بريزونت تو الموند. وراه عندنا حنا جمعية الشروق راه عندنا دي بلونجور بروفيسيونيل تاع لو جيني ماريتيم دوران qui sont avec l'association et qui sont en train de faire un travail énorme et un travail titanique. Alors, yirhamou walidikoum, wa jazik. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Sayyid al-Gharouni Mustafa, et j'ai mis à moi, je dis oui, c'est bien passé. واليوم نرحبوا ايضا بجمعية الخضراء اللي راها اليوم واقفة معنا وحاضرة معنا من اجل انا نسميها من اجل التحذير او المحافظة على الثروة التاريخية الفكرية والحيوانية والنباتية للاجيال السابقة.